السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع. معكم أستاذ إسلام، مرحبا بكم في درس جديد من دروس تطور اللغة الإنجليزية أو تطوير اللغة الإنجليزية Writing Skills Level 1. النهاردة الدرس 16، عندنا مهارتين هنركز عليهم. هنعمل Reorder لكلمات عشوائية، هنكتبهم في النسق أو الترتيب الصحيح للجملة بالبنكتويشن، وهنعمل جملة أو نكتب جملة من خلال الصورة والكلمات اللي موجودين، يعني هنكون جملة. يبقى النهاردة هنعمل إعادة ترتيب الكلمات لتكوين جملة مفيدة، وتكوين جملة من كلمتين وصورة للتوضيح. ما تنساش، موجود في وصف الفيديو رابط لتحميل الكتاب، كذلك موجود أيضا رابط لإرسال الواجبات على جروب التليجرام. جاهزين لدرس النهاردة؟ بسم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا ومرحبا بالجميع. كالعادة لازم نبدأ بيها شباب، نقرأ رأس السؤال. Reorder يعني أعد ترتيب. Reorder words to form a sentence. إيه الكلام ده؟ Reorder يعني أعد الترتيب لwords للكلمات. يبقى كل اللي قدامنا دمت words كلمات. To form، form يعني يكون. احنا عارفين ان to في الغالب بمعنى الى، ولكن to بمعناها الى لو جاي بعدها اسم مكان، ولكن هنا جاي بعدها فعل، فبالتالي هيكون معناها لكي. اعد ترتيب الكلمات لكي تكون a sentence يعني جملة. طب ليه جاي a؟ لان هنا sentence اسم مفرد، وأول حرف إيه؟ ساكن. شطار، جميل. إيه الكلمات اللي موجودة عندنا؟ Is it a black car؟ طبقا للي درسنا سابقا يا شباب، إحنا اتفقنا إن بنبدأ الجملة دايما بالفاعل، وكمان عرفنا إن الفاعل هيكون حاجة من اتنين، إما هيكون اسم أو هيكون ضمير فاعل زي ما اتعلمنا في الحصة اللي فاتت. رقم اتنين بنجيب الفعل، رقم اتنين بنجيب الفعل. بعد كده الجملة شكلها بيتغير على حسب المكونات اللي عندنا. طيب انا عندي هنا سيارة ولونها اسود. is فعل، it ضمير فعل، a black car. هل ابدأ ب a black car سيارة سوداء وبعد كده اقول is it؟ ما تنفعش كده، الجملة معناها مختلف. انما هنبدأ بمين؟ يبقى نقول it، وما ننساش يا شباب اول حرف لازم يكون كابيتال لتر. يبقى كده جبت ضمير الفعل، يجي بعدها الفعل. is it is a black car، انها سيارة سوداء. اعتقد كده سهل جدا علينا، لان احنا حلينا تدريبات مشابهة ليها كتير، وحصة النهاردة او درس النهاردة يعتبر مراجعة لكل اللي درسناه، ونتأكد ان احنا فهمنا كويس. طيب نشوف كده اللي بعده. Are they cats three؟ نخلي بالنا ان الارقام بتسبق الاسماء، يعني عايز اقول ثلاث قطط هقول three cats، اربع كلاب هنقول four dogs، يبقى الرقم بيسبق الاسم. فلما نيجي نتكلم هنا او نوصفهم او عايزين نعمل الجملة، اكيد هنبدأ بالthey. they هم الفعل على طول بعدها are، يبقى they are ها three cats ولا cats three؟ احسنتم، three cats، وفي نهاية الجملة يا شباب full stop. ممتاز. عندنا هنا بنت كبيرة وبنت صغيرة. طب وايه الجملة اللي عندنا؟ عندنا is هاي sister a kind. kind اتفقنا معناها طيب او لطيف او جميل. هنقولها ازاي؟ هايا، هنبدا باسم هايا، ونخلي بالنا اول حرف ايه؟ كابيتال لتر. شطار. هايا الفعل فين؟ الفعل عندنا از. هايا از، ها يا ترى اكتب الاسم الاول ولا اكتب الصفه الاول؟ الصفه يا استاذ تسبق الاسم. احنا اتفقنا ان في الانجليزي الصفه ياتي بعدها الاسم، فهتبقى a
kind sister أخت طيبة. يبقى هي is a kind sister. ممتاز. ونهاية الجملة أحسنتم full stop. طب نشوف المثال اللي بعده أو السؤال اللي بعده. Are apples the bag in the؟ عندنا تفاح موجود في كيس، يبقى هنبدأ بالتفاح، هنقول التفاح في الكيس. هنبدأ بمين؟ apples مباشرة. طب والذا دي هتروح فين؟ يبقى نقول the apples. طب ليه قلت the ما قلتش the apples؟ اوكي، لان عندنا حرف كلمة الذا اللي هي معناها الالف واللام ال في الغالب بتنطق ذا، the cars the schools the boys the girls، ولكن لما يأتي بعدها كلمة أول حرف فيها حرف متحرك بنقرأها the apples the eyes the elephants. أوكي، يبقى ذا في الغالب نطقها ذا عادي، ولكن لو جاي بعدها كلمة أول حرف فيها متحرك تنطقها the apples. مباشرة لازم يجي بعدهم الفعل، هيكون عندنا هنا هو الـ are. The apples are عندي حرف جر وعندي اسم. عارفين يا شباب ان حرف الجر يسبق الاسم، يسبق الاسم، فهتبقى in the bag في الحقيبة. يبقى the apples are in the bag. لاحظت انا قلت ايه؟ the bag، ما قلتش the bag. طيب بعد ما حلينا هل اسيب التدريب؟ لا، ده انا عايز ارجع للتدريب مره تانية عشان اعرفكم ايه التركيبات اللي عملناها هنا، لان انا يهمني ان انت تبقى مركز الجمله اتكونت ازاي، لان هو ده اساس الكورس، ان احنا بنطور مهاره الرايتنج سكيلز علشان نعرف الجمله اقدر اكتبها باشكال مختلفه. لاحظنا هنا ان الاول بدانا بالضمير وبعدين الفعل it is، وبعدين الا او الان أداة النكرة، وبعدين استخدمنا صفة وبعدها اسم. يبقى تركيبتنا هنا ضمير فاعل وبعدها فعل وبعدين حرف نكرة قبل الاسم وبعدين صفة واخيرا اسم. يبقى ده شكل من اشكال تكوين الجملة في اللغة الانجليزية. الشكل التاني، استخدمنا they ضمير فاعل وبعدين الفعل وبعدين استخدمنا رقم وبعدها استخدمنا اسم. يبقى نفس البداية 1 و2 سبتين، وهنا استخدمنا رقم وبعدين اسم، وده شكل آخر لتكوين الجملة. استخدمنا في الجملة الثالثة اسم هاية، وهنا استخدم مش ضمير فاعل، استخدم اسم في الأول وبعدها استخدم الفعل وبعدها استخدم حرف النكرة أو أداة النكرة اللي هي الـ A، وبعدين استخدم صفة واسم. تقريبا مشابه للأول، ولكن بدل ضمير الفاعل استخدم اسم شخص. الجملة الأخيرة اللي هي the apples، استخدم اسم جمع في الأول، وبعد ما استخدم اسم جمع استخدم الفعل وبعدين حرف جر وبعده اسم، وده شكل كمان من أشكال تكوين الجملة. وفي أشكال أكتر احنا بنتعرف عليهم وبنرجع لهم علشان نقدر احنا نكتب جملة من انشائنا في اي موضوع تعبير بلا اي اخطاء. طيب ايه رأيكم نحاول نكون جملتين على الجملة اللي موجودة دي او على الاشكال اللي موجودة؟ ايه اللي موجود؟ مكتوب في راس السؤال write a sentence، اكتب جملة with the help of the guide words، بمساعدة with the help بمساعدة of the guide words. ايه الguide words؟ اللي هي الكلمات المساعدة اللي هو جايبها لنا، كلمة they وfootballers، she doctor، and pictures والصور، الصور اللي موجودة، and punctuate، واعمل لهم كمان ترقيم، ما تكتب لناش جملة وخلاص. طيب حاضر، احنا شايفين لاعبين كرة قدم، يبقى لما اكتب جملتي هقول they، ولا ايه رأيكم نكتب من الاول؟ خلينا نمشي احسن من اول السطر معذرة. يبقى نقول they capital T. طيب ينفع اكتب footballers على طول؟ لا يا استاذ، لازم الفعل they تاء
تاخد ال are، وده اللي درسناه في حصة أمس أو الدرس السابق. They are هم footballers، لاعبين كرة قدم. footballers، خلي بالكم في كلمات كتير لما بنيجي أجيب منها الشخص بضيف لها ال er. إزاي؟ يعني مثال read، يقرأ، لو ضفت لها ال er reader أصبحت الشخص القارئ. مثلا عندك كلمة teach، يعلم، لو قلت teacher أصبحت معلم. كذلك write، يكتب، writer، كاتب. كذلك swim، يسبح، swimmer، سباح. run، يركض، runner اللي هو الشخص اللي بيركض أو العداء. وابقى أوضح لكم ليه ضعفنا حرف الام والان في مرة تانية بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب ننتقل للجزئية اللي بعدها. she doctor، عايزين نقول هي طبيبة، هنقولها ازاي؟ احسنتم، she مفردة تاخد is، she is. ها اقول دكتور على طول؟ لا يا استاذ. ليه؟ لان دكتور اسم مفرد لازم يسبقه ا او ان، وفي حالتنا عندنا دكتور اول حرف حرف ساكن، هنقول she is a doctor، she is a doctor. شطار انكم ما وقعتوش في الفخ الصغير ده. طب نشوف كده، هل احنا كتبنا الجملة كاملة؟ صح، احنا كتبنا الجملة كاملة. ضمير فاعل، فعل واسم، ضمير فاعل وفعل واسم. طيب هل البنكتويت الترقيم صح؟ اول حرف كابيتال لتر، نهاية الجملة فول ستوب. اول حرف كابيتال لتر، نهاية الجملة فول ستوب. يبقى احنا كده تمام وزي الفل، يعطيكم الف عافية. ان شاء الله الدرس القادم هيكون احلى واقوى، لان هيكون عندنا وصف الصورة. هكون منتظر اجاباتكم في التعليقات في الفيديو القادم، لان هيكون في جمل كتير هنكونها، هيكون عندنا صورة ويختبرنا. عايزك بقى تستخدم الكلمات مع حروف الجر، مع حروف الجر الخاصة بالمكان، مع ازاي ترتب جملتك صح، مع كلمات من اللي موجودة على الصورة كمان هيضيفها لنا، واحنا ممكن نجيب من عندنا. الحصة الجاية تكون مليانة ابداعات، وتعتمد على كل اللي انت درسته، ويا ترى تقدر توظفه صح ولا لا. هي فعلا هتكون جمل فردية، ولكن هتكون هي بداية انك تبدأ تكتب موضوع وتعبير بجمل متناسقة متتالية ان شاء الله. اشوفكم على خير ان شاء الله في الحصة القادمة. هذا بالله التوفيق، لا تنسونا من صالح دعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في امان الله.